تمام، بما ان احنا نتكلم عن الاكل برضه في معنا فقره المطبخ اليوم، سيكون وجبه دسمه بروح حمير زربيان. طيب اذا نروح معكم عند الشيف تهاني نشوف الزربيان هذه المره، يعني وصفات متميزه شيف، يعطيك العافيه. من بدايه الشهر ما انت تبرينا بوصفاتك ان شاء الله. صحه وهنا يا رب. الله يسعدك يا رب. اليوم وصفتنا من المطبخ اليمني اللي هو الزربيان العدني. بدنا اليوم نعمله باللحم المخلي من العظم الفيليه بيقولوا له. مكوناتنا اليوم هي عباره عن تقريبا كيلو ونص لحم عجل مخلي من العظم. طبعا هاي طريه، هاي اللي بيقولوا لها الفيليه او بتعمل منها الفيليه، فبتكون كثير طريه بتستوي معنا بسرعه، اللي هي من ظهر العجل. من ظهر العجل طبعا احنا عشان اخترت هاي نوعيه اللحم لانها بتستوي بسرعه. طبعا اللحم اللي بعظم بيكون طبعا دائما اطيب، فاللي بحب يعمله بلحم بعظم بيكون اطيب، بس بياخذ وقت اطول. بياخذ وقت اكثر، انا لانه عشان ما ياخذ معي وقت كثير بالبرنامج. عندي رز منقوع ومغسول كوبين ونص، عندي كوب ونص لبن زبادي، عندي زيت نباتي، البصل المحمر، البطاطا انا قليتها تقريبا بتقول نص قليه لحتى برضه ما تاخذ معي وقت كثير، عندنا الثوم اهم عنصر في الطبق الزبادي، الثوم والبصل المقلي، عندي الزبيب، البهارات هي كزبرة مطحونة، كمون مطحون، بهارات مشكلة، معلقة كبيرة من كل نوع، فلفل أسود، البهارات الحابة نستعمل الهيل، اللومة أو الليمون المجفف، ورق الغار والقرفة. استعملت أنا كيس مرق دجاج لحتى يعطيني دسامة أكثر للطبق. عنا اليوم نستعمل كمان الكركم، معلقة كبيرة كركم. نستعمل كمان لحتى نلون الأرز صفار الزعفران، ندوبه بكوب مي ساخن، وأكيد الملح. تماما وبس. طيب يعطيك العافيه، ما شاء الله البهارات عندك كمان متميزه. عفوا البهارات هذه تكلمت عليها مخلوطه، تنفع بهارات السبعه مثلا نستخدمها؟ انا استعملت بهارات مشكله، اكيد بهارات السبعه اطيب واطيب. بهارات السبعه اذا موجوده عندكم عشان اقصد الشباب اللي موجودين خارج اليمن مثلا حابين ان تطبخوا هذه الطبخه، بهارات السبعه كمان ممكن تستخدموها. طيب ارجع اذكركم من جديد بالمكونات اللي ذكرتها الشيف تهاني الله يعطيها العافيه، والمكونات في هذه الوصفه هي كالتالي: لحم فيليه اللي هو لحم منزوع العظم عشان ينضج معنا اسرع، انتم ممكن تستخدموا اي نوع لحم، بصل مقلي، زيت نباتي، كوب ونصف لبن، خمسة فصوص ثوم وكبيرة توقع، ملعقة كبيرة ملح، ملعقة من كمون، كبزرة، كركم، بهار مشكل وفلفل أسود، بهارات الحب حتكون معنا ورق غار، قرفة، ليمون وهيل، وبطاطا مقلية، 2.5 كوب أرز بسمتي، وزبيب، بودرة مرق دجاج عشان تضيف كذا نكهة للطبخة، وأيضا صفار الزعفران للتزيين في الآخر، ويا رب تكونوا لحقتوا صورتوا الشاشة. أرجع أذكركم من جديد مشاهدينا الكرام من المنازل وأيضا متابعي بثنا المباشر في الفيسبوك أنه كل فقرات مطبخ رمضان والناس حتكون منزلة معكم في الفيسبوك، ومنزلة معكم حتى في اليوتيوب، المقصقصة الفقرة الوحدة مقصوصة وجاهزة معكم عشان تقدروا في أي وقت أن أنتوا ترجعوا لها، وتقدروا في أي وقت أن أنتوا تستخدموا هذه الطبخة طوال السنة. يعطيك العافية. البداية إذن بسم الله. أول شيء بدنا نبدأ بسل الرز، زي ما بنقول نشخل الرز. إحنا في عنا مي مغلية، بدنا نحط عليها معلقة ملح كبيرة، بدنا نحط عليها البهارات الحبل هي هيل، بهارات الصحيح. وكم من عود قرفه. اوكي هذا هو يمكن ما يميز رز الزربيان انه ينطبخ لوحده حتى. بفضل افضل يعني دائما هيك بكون دائما الزربيان البرياني الاكلات هاي بتكون الرز مسلوق بوقت قبل بوقت. بدنا نحط شويه زيت نباتي لحتى الرز ما يلزق في بعضه. قلنا المي مغليه، بدي اضيف انا الرز لحتى ينسلق معي. بسم الله. انا هاي العمليه بدنا نسوي الرز زي ما قلنا قبل هيك بالبرياني، نسويه ثلاث ارباع سوا، يعني من 7 دقائق ل 9 دقائق بده ياخذ معي وقت. هذا حب الرز المزه رح ياخذ معي 9 دقائق تقريبا لحتى يكون معي 9 دقائق من بعد ما يغلي، ثلاث ارباع سوا من بعد ما يغلي. هو المي عموما انت بتحطيه هو قد غلى، المي مغلي لازم طبعا لازم لازم يكون المي مغلي عشان ما يعتصد الرز. هلا احنا بدنا نتركه على الجنب، بدنا نبدا في الخطوه الثانيه اللي هي بنشتغل خلطه اللحم. شغاله هسه؟ شغاله. عرفت كيف بتشغل. اول شيء بحفظك بعد تحت. عرفت انا عرفت السر. اول خطوه طبعا انا احتفظت بزيت البصل، يعني زيت البصل مهم لهي الطبق كثير بعطيه طعمه اطيب. بدنا نضيف شويه زيت بصل لحتى نقلب فيه اللحمه. هلا انا هون بدي اضيف البهارات الحب، نقلبها شوي بهارات الحب. لازم نروح اللحم بسرعة من الدوام واحنا ريحتنا اكل، لازم نروح ريحتنا. نحط اللحمه ونقلبها مع البهارات الحب في زيت البصل.
بدك تنكه اكيد معنا اللحمه مع اللومي والبهارات اللي حطيتها. هذه عاد انت بتسميها كمان بهارات عطريه صح؟ اللي هي بيقولوا لها بقع عطريه دائما لما يضيفوا على اي طبق البهارات الحب سواء او البهارات الورقيه. في ابنات بهارات ورقيه بتكون بحطوا مثلا روزماري مثلا، ممكن يحطوا اللي هو الزعتر مثلا او الزعتر في اكلات. اوكي شوف انا الطاجن تكون معي سخنه او الطاوه تكون سخنه او طنجره مهم لحتى ما اخلي اللحمه تجلد وتفقد عصارتها. نقلبها شوي، نتركها شوي تتقلب. اوكي في ناس عاده لما يبدا يطبخ اللحمه مع الرز بيبدا ينشفها اول حاجه من كل الماء اللي فيها وبعدين بطبخها. اذا على طاوه سخنه ممكن، شو الهدف انا الزيت سخن والطاوه سخنه؟ لحتى اسفعها او اضمها حتى ما تضلها تنزل مي. اها يعني مش المفروض اخليها تفقد ميتها. انا اصلا بتكتبها هو المفروض تجي مجلده وناشفه. اوكي بدي اوطي النار شوي. هلا احنا بنترك شوي اللحمه تتقلب، بدنا نجهز الخلطه تبعت الزربيان. خلطه الزربيان سهله ولا اسهل من هيك؟ اللي هي في الخلاط. انا بحس اصعب مرحله في الطبخه قلي البصل. انا كثير بتغلب من قلي البصل. بحسه بتقلب ريحه البيت بيت وبده وقفه يعني بتقدرش تترك البصل. اول شيء بدنا نبدا بالبصل. انا بحط تقريبا نصف الكميه. نص الكميه اوكي عشان نصف الباقي معلش انا بتدخل في عشان انت ما انت لعبتك اللي بطبخ. يلا نص الباقي بنخليه للتزيين في الاخر. اكيد بدنا نحط البصل، بدنا نحط اللبن كوب ونص لبن زبادي. يعني هاي الاكله كثير سهله على فكره، اسهل من كثير طبخات في الواحد بيعملها. بدنا نحط هلا البهارات المطحونه، الكركم اوكي الكمون كزبره بهار مشكل فلفل اسود. اوكي طبعا ما نبخل في البهارات يعني هو اللي بيجيب طعمتها. هو ما يميز الزربيان انه بهاراته كثيره، فالناس اللي ما بتتحملش البهارات يعني يحاولوا يخففوا. حطينا الثوم تقريبا 5 فصوص ثوم. بدنا نحط مرق الدجاج قلنا لحتى يعطيه دسامه. اوكي للطبق انا هيك عندي الخليط هذا جاهز، بس هلا بدنا نطحنه. يلا بسم الله. مؤثرة صوتية هنا ومؤثرة صوتية هنا، شغالين معاكم شغالين. لازم. يعطيك العافية يا شيخ. ننعمه. من هيك معي الخليط جاهز صراحة. طبعا اللي ما عنده خلاط كهربائي ممكن نستغني عن هاي الخطوه ودغري نحط اللبن والبصل بدون طحن. يعني بعدين هو بيذوب بيذوب البصل مع هنا على طول. ما نخلي الخليط على جنب لحتى اتاكد من اللحمه. هاي ميه اللحمه اللي بتقول عنها انت. أيه. انا من اول رمضان انا كل يوم اتحرك، كل ما اصلح سمبوسه في البيت ولا حاجه لازم اتحرك، ما عشان ادري ايش مشكلتي في هذا رمضان. جيت عندي الحين اطبخ وتحركت برضه. سلامات. الله يسلمك. نحرك الرز شوي حتى ما يلزق في بعضه. انا هيك اللحمه عندي كافي تقليبها، هلا الخطوه الجايه اني انا احط معها الخليط اللي عملناه اللي هو اللبن مع البصل مع البهارات. والثوم. اوكي هذه هي الخلطه عموما اللي بتجيب نكهه الزربيان اللي بتطعموها عاده في المطاعم. اكيد نفس طريقه المطاعم هي. الحلو بالموضوع انه بالاكله الزربيان ما بسلق اللحمه لحاله بفقد من دسامتها، كل العصاره ودسامه اللحمه بتبقى فيها لان انا بطبخها بالمرق تبعها وبالسائل تبعها، فمش محتاجه اضيف مي الا اذا ممكن مع اذا حسيتها نشفت بعد فتره بضيف لي نص كوب مي. يا سلام شوف الريحه من هلا خرافيه. يا سلام ما شاء الله. اللهم اني صايم. اللهم اني صايم الف. طبعا بحب انوه انه اللوم كثير بهار مهم لطبخه الزربيان، برضه كثير بيعطي طعمه طيبه. في ناس عاد بيكسروه. ممكن شوف انا اذا بدوش فتره طويله باخذه امراض في السكينه. بس مع فتره اللحمه راح تطرى الهاي وراح تطلع منها العصاره والنكهه. يعني ممكن مع الدجاج ممكن واحد يخزق فيه خزقه صغيره عشان يطلع النكهه اللي جوا، مع اللحمه مش محتاجه تخلق. يعني ممكن شوفي يعني ما بضرش انه نخزق كل الاحوال، بس انا لانه اللحمه بحطها فتره طويله شوي
راح تذوب وراح تطرى القشره تبعت اللوم وراح تطلع نكهتها. انا هيك عندي مش راح اضيف ملح هلا لحتى ما تقسى اللحمه، يعني اوعك تملح اللحمه بعدها تبدأ تنضج. هذه المعلومه لازم تركزوا معها في كل مره تطبخوا فيها لحمه، مش شرط بس الزربيان، كل مره تطبخوا فيها لحمه. خليها شوي. البطاطا سلقتها قليتها مسقليه شوي مستويه، فبدي اخرها شوي عن البطاطا عن اللحمه لحتى ما تذوب معي. بنحطها كمان شوي. هلا نترك اللحمه، خليط اللحمه لحتى يستوي معي، ممكن بده 20 دقيقه ليستوي لانه زي ما قلنا هي اللحمه كثير طريه. بنغطيها، بنوطي النار عليها شوي، بنستنى اللحمه تستوي والرز يستوي معنا ثلاث ارباع سوا، وبنورجيكم المرحله الثانيه كيف نطبق ال اوكي بيكون بس المرحله الثانيه نطبق على طول. ما اخذتش منك عموما الوصفه كلها مشاهدينا، ما اخذتش منها تقريبا 6 دقائق ونكتب بدينا نشتغل عليها. الفكره بتاخذ وقت اطول، يمكن مثل ما تكلمت الشيف قلي البصل، تجهيز البطاطا وتجهيز هذه الحاجات، بس عموما الطبخه نفسها ما بتاخذش وقت طويل. فخلكم معنا المرحلة الثانية من هذه الوصفة، سنكون مع الشيف إن شاء الله بعد 20 دقيقة من الآن، الوقت الذي تحتاجها اللحمة عشان إنها تنطبخ. ما تروحش بعيد، رمضان والناس مستمر معكم. يعطيك العافية شيف. أمين يا رب. إذا سنستكمل رحلتنا مشاهدينا إلى المطبخ ونشوف الخطوة الثانية. نعم. مع الشيف دهاني وحمير. نعم يعطيك العافية صفاء. طبعاً مشاهدينا الكرام كنا في البداية سلقنا اللحم إحنا والشيف دهاني، جهزنا الرز وجهزنا الخلطة الخاصة باللحم. يعطيك العافية شيف. الله يعافيك. اللحم استوت؟ إحنا هنا اللحم استوت وأضفنا لها البطاطا تحت الهواء. الخطوة الثانية هلأ بدنا نورجيكم كيف نطبق الطبخة فوق بعض، الرز واللحم. أوكي. اليوم معجوقين اليوم. معلش. هلأ أول شيء اول شيء بدنا نبدا بنحط طبقه رز في قعر الطنجره، نفس فكره البرياني بنحطها طبقه. فكره البرياني نحطها. نعم. طبقات. معلش بعد كم وقت حطيتي بعدين البطاطا فوق اللحمه قبل ما تستوي؟ يعني خليتها اخر 5 دقائق لانه هي تقريبا مستويه. تقريبا مستويه، لو انها مش مستويه المفروض من اول لحظه حطينا البطاطا. أكي. بس انا حجمها كبير البطاطا، خفت ما تستوي لانه اللحمه اصلا طريه، البطاطا الكبيره بتاخذ وقت في الاستواء. انا هون حطيت طبقه رز. اوكي هلا بدنا نحط من الحشوه. ساعدك بايش ممكن اساعدك؟ استنى بدنا نمسك مسكات، نطول مسكات ونمسك هيك. طب انا امسك لك؟ انا بدي امسكها وانت تمسك لي. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا اطرح البركه. ما شاء الله. طبعا يعني لازم يكون موجوده، لازم يكون ناشف شوي معقده. يعني نحكي لانه اصلا كل حاجه مستويه، كل حاجه ناضجه مش تاكي كثير، بدناش يكون فيها كثير سائل كمان. اوكي تنزل كمان هيك مش نخلي ولا شيء ولا نقطة. هذه هي المرأة العربية المسلمة المتميزة، ولا تخلي ولا نقطة. احنا فردنا الحشوة اللحم والبطاطا والبهارات، هلا الخطوة اللي ضلت انه نضيف بقية الرز وزعفران زبيب. رشة زعتر، رشة زعتر، رشة بصل. اليوم زعتر ملوش دخل في الطبخة ابدا. بدنا نحط الرز، بقية كمية الرز. اللي بتحملوني انا في رمضان. ولا عليك اي ملامه، طالما الطبخ بيطلع لذيذ ولا عليك اي ملامه. شو ما احكي عادي، افعلي واشتهيتك عادي. واحنا موجودين نحن نجهز، يعني نكون مركزين معك انت تغلطي احنا نصحح. اول مره انتبه لحالي اليوم. الله يقويك. اليوم هلا حطينا كل كميه الرز، هلا كشنت البصل اللي بقيت مع الزبيب بدي احطه مع الوجه. انا اليوم لانه راح يطرى من بخار الرز والبخار الموجود، وراح اشيله بالاخر شيء على الوجه، بدي احطه على شقه زي هيك عشان اشيله وازين فيه وجه الطبخه. بدي احط البصل نفس الشيء على نفس الجهه بهذا الشكل. اوكي عشان اقدر اشيلهم واسكبهم على وجه تمام الارز وقت التزيين. هلا بدي اذوب صفار الزعفران، طبعا اذا في زعفران بفضل. احنا اليوم بدنا نحط زعفران صفاره عشان نلون الارز. طبعا في ناس بيستعمل، انا هذا اللون البرتقالي بيقولوا له، ممكن نستعمل اللون الاصفر. البرتقالي احسه بيكون الطف واجمل لانه قريب من الوان البهارات. صح؟ اكيد. برضه الاصفر يعني له ناسه. في ناس بحطوا احمر. انا بحب احط اللونين. حط شويه برتقالي وشويه احمر. انا وريتك صوره من قبل. انا تجربتي لو اقول لك على تجربتي مع صفار الزعفران اللون الاحمر. اول ما بلش الطبخ طبعا، اول ما تزوجت وكذا. ما بعرف انه هالقد بصبغ كثير، بفكره زي الكركم وزي العصفر.
فحطيت كمية زي ما بحط الكركم، طلع دم الزغلول الرز يومها كله أحمر أحمر. فما عندي خبرة، كنت في الصفار الزعفران. هذه غطاءها صح؟ هلأ بدنا نحطها على نار هادية. لازم نقصدرها يفضل لحتى ما يتكسر الرز معي. وفي نقطة بس احنا مسويناها عشان الاستوديو اللي هو التبخير. لا بدي أبخر. جايب فحم كمان. جبت فحم معي. بدنا نبخر بس شوي بعد ما نمشي نمشي في الموضوع. نغطي التنظر بهذا الشكل. اوكي. نتركها على نار هادية لمدة بدنا نقول ممكن ربع ساعة تاخذ معي. معلش كلمي انك بتبخري عشان احنا بدنا نرجع قد بخرتي صح؟ هلا بدي طول الفحم انا منولعه على النار وبنحط في قصديرة زيت. ممكن هو يفضل شحمة اللي هو شحمة الخروف او شحمة اللية. يفضل اللية تدوب، وهي اصلا هاي اطيب نكهة بتطلع عنه، ندوب اللية والزيت تبعها، نحط الفحم المشتعل فيه ونكمر الطنجرة او نغطي الطنجرة فيها تكتسب النكهة. بس احنا انه مش متوفرة عندنا هلا بنكتفي بالزيت النباتي من طول شقفة قصدير او اي صحن ممكن يتحمل حرارة، ممكن صحن معدني بنحط فيه زيت نباتي وبنحط الفحم المشتعلة وبنحطها داخل الارز لحتى ياخذ طعمة إننا نقول الشوي أو ترحيل. أوكي وبنغطيه طبعا بالقصدير وبنغطيها كمان مرة. أول ما نحطها نغطيها عشان ما تروحش أي روائح. يعطيك العافية يا شيف ما شاء الله عليك. إن شاء الله حنرجع لك في الآخر وقد إحنا على طول قد بخرتي قد وجهز. بدي أطول الفحم هلا. يلا يعطيك ألف عافية. أتمنى يا رب تكون هذه وضحت لكم، هي سهلة جدا الطريقة الأخيرة، يمكن الصعوبة كانت في الوصفة من بدايتها، حتى مش صعبة مع شيف هاني سهلتها كثير. مثل ما قلت لكم من البداية تقدروا ترجعوا لقناتنا في اليوتيوب وصفحتنا أيضا في الفيسبوك وبتلاقوا الفيديو مجمع وجاهز، فيديو الزربيان الواحد ان شاء الله بيكون قد نزل معكم ان شاء الله اليوم في الليل بكره حتى ممكن حتلاقوه في اي وقت ممكن تطبخوه. يعطيك العافيه شوف مره ثانيه. الله يسعدك، خليكم معنا ما تروحش بعيد. يعطيك العافيه شوف. الله يعافيك. انا غشيت وانت بتغفري. انا غشيت وسكبت قبل الهواء. يلا كويس يا سلام ان شاء الله وقت. طبعا شلت الكشنه اللي قلت لكم عنها اللي كانت الزبيب والبصل. الزبيب والبصل دخلنا له فحمه وشلناها. طبعا الزيت اللي على مع الفحمه انا بحب اسكبه اسكب على الرز يعطيه طعم طيبه بهذا الشكل. عذاب الجلسه استاذه مرام جنب الاكل متعبه والله. في رمضان يعني. يعطيك العافيه شوف ما شاء الله عنك. الله يعافيك. الالوان حتى لو بتلاحظوا مشاهدينا الكرام كيف ان الالوان متميزه، فيها اللون البرتقالي والاصفر والابيض كمان، كل لون مستقل بذاته وكل لون حاضر معنا في هذه الوصفه. يعطيك العافيه شيف. البصل والزبيب حتى الريحه ما شاء الله تجنن. اذا تسلمي يا شيف تهاني على هذه الوصفه. طبعا ما حد مش عارف الزربيان، كل الناس عارفه الزربيان بس من ايد الشيف تهاني يعني طعمها مختلف، وان شاء الله الطريقه تزبط معاكم بشكل كويس. فإلى هنا نكون وصلنا الى نهايه هذه الحلقه مشاهدينا، حلقه جديده تشاهدونها غدا في الثانيه مساء بتوقيت صنعاء. الى ذلك الحين كونوا على الموعد. اذا في امان الله. Oh,